هي مش بس تقدر تقول عليها فرصة لالتقاط الأنفاس البريك اللي حصل بين ماتش سان داونز ومباراة القطن، لكنها فرصة أمام لاعيبة النادي الأهلي لمصالحة جماهيره الكبيرة. الحقيقة يمكن يعني ما تقبلتش و يعني زعلت بشكل كبير جدا بسبب خسارة سان داونز من سان داونز بالخماسية، لكن بإذن الله بإذن الله فرصة للرد وفرصة لتصحيح المسار وفرصة لرد الاعتبار لكبير القارة في مباراة يوم الجمعة اللي جاية. خلينا نروح لجنوب أفريقيا وتحديدا مع زميلنا فاروق صلاح، موجود هناك من داخل مقر إقامة النادي الأهلي وفي خلفيته ملعب كرة الحقيقة ما شفتوش قبل كده. يا فاروق مساء الخير وأهلا وسهلا بيك، أهلا بيك معنا في السادسة. فاروق مساء الخير، سامعني؟ طيب لغايه لما يرجع لنا فاروق مره تانية، زي ما قلت لحضراتكم يمكن يكون اطول بريك ما خدوش الاهلي من فتره طويله جدا، وبالتالي على مستر كولر انه بيفكر بقى ازاي هيستغل ده. واحد اعتقد احنا متفقين انه في لعيبه كتيره جدا واضح او ظهر في مباراه سان داونز ان هم محتاجين يرتاحوا، وكان من الاولى طبعا واحنا يمكن يعني واحنا بنبتدي الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم مع حضراتكم على مطب المقاولين وقد ايه المباراه دي مش جايه في توقيتها خالص، وخصوصا انه رحله السفر لجنوب افريقيا طويله جدا وانها يمكن تكون اهم مباراه في دور المجموعات، لكن خلاص قدر الله وما شاء فعل. اللعيبه دي لعبت ماتش المقاولين وسافرت جنوب افريقيا ولعبت امام سان داونز وظهر كتير من، وانا هنا بتكلم على مش كل لعيبه، بتكلم على اللعيبه اللي ممكن تكون مفاتيح لعب، ودول في الفريق النادي الاهلي مش كتير، يعني مش كتير اللعيبه اللي بتصنع الفارق دايما، اللعيبه اللي بتراهن عليها انها تكون موجوده في المباريات الصعبه او في اللقاءات الصعبه. ما كان واضح بشكل كبير انه اغلبهم باستثناء بيرسي تاو الحقيقه، يعني باستثناء بيرسي تاو انا شايف انه معظم لعيبه النادي الاهلي ما كانتش في حالتها طبيعيه. ممكن يكون الجو في جنوب افريقيا مأثر، وارد جدا، ممكن تكون حاله الارهاق والاجهاد نتيجه السفر المتوالي نتيجه ماتش المقاولين، يعني كلها ممكن تخش فيها الحسابات، لكن في النهايه عندك فتره 5 ايام هيتم استغلالها كافضل ما يكون. هل من الوارد او هل من الممكن ان مستر كولر يفكر في اسماء جديده تظهر في مباراه القطن الكاميروني؟ وارد جدا. اخاف من القطن بس لانه كوره ما يقلنيش، فريق مفترض يعني انه في المتناول، لكن ظروف المجموعه، رغبه الاهلي في حسم اللقاء لصالحه، ضروره يعني حسم اللقاء لصالحه، القطن على ملعبه، رغبته في اثبات نفسه قدام جماهيره، كل دي حاجات ممكن تاثر في سيناريو المباراه، لكن نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون جاهزين، والاهم ان احنا نعمل اللي علينا. مين هيلعب؟ احنا في ظهر اللي يلعب، يعني في كلام طبعا انه ممكن يكون في ظهور جديد لاسماء كانت مش موجوده الفتره الاخيره، انت عندك سكواد تقريبا كامل لانه عوده عبد القادر، عوده السوليه، عوده خالد عبد الفتاح، وجود علي لطفي، كل دي اسماء ممكن تكون او نشوفها في مباراه القطن او تاخد فرصه في مباراه القطن الكاميروني. خلينا نروح لفاروق نطمن منه على اخبار النادي الاهلي في جنوب افريقيا. مساء الخير يا فاروق. طبعا فاروق انا شايف طبعا الباك جراوند في يعني في غابه كبيره جدا، ملعب كره يمكن كبير جدا، وده خليني برضو اكد ان انت بتكلمنا او تتواصل معنا من داخل مقر اقامه الفريق في جنوب افريقيا. يعني خليني في البدايه ارحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وارحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني خليني اقول لك ان اللي في الخلفيه دوت يعني احد المتاحف اللي تم المتاحف هنا في بريتوريا اللي تم تحويلها مؤخرا لاحد القصور الرئاسيه الخاصه برئيس جنوب افريقيا اللي بيستقبل فيها طبعا بعض الرؤساء او مخصص لاستقبال الوفود او الرؤساء. طبعا بيحتوي على تمثال القائد العظيم بالنسبه هنا لجنوب افريقيا هو نيلسون مانديلا. طبعا انت شايف الحديقه اللي موجوده في القصر الرئاسي دي مفتوحه للجميع، هنا جنوب افريقيا اي مكان مفتوح لممارسه الرياضه وممارسه الانشطه الرياضيه. مشهد مهم جدا، الرياضه هنا هي عنوان كل مكان في جنوب افريقيا. خليني اطمن منك، ويمكن مش عارف تابعت كلامي في يعني قبل ما تكون موجود معانا على الهواء، كنت بتكلم ان يمكن دي اطول فتره بتفصل مباراتين عدى بيها النادي الاهلي في الموسم من بدايته. يمكن خلينا اتكلم معاك ازاي بيفكر مستر كولر انه يستغلها، سواء في راحه اللعيبه اللي ممكن تكون ظهرت بشكل يعني كانت مجهده جدا في ماتش سان داونز، او في تجهيز اللعيبه اللي كانت بعيده نتيجه الاصابه الفتره الاخيره.
يعني خليني اقول لك زميلي احمد، في شقين مستر مارسيل كولر بيشتغل عليهم. يعني في الوقت اللي انا بكلمك مستر مارسيل كولر قاعد دلوقتي بيتابع بيتفرج على فيديوهات خاصه بفريق القطن الكاميروني، يعني قبل لحظات من يعني من تواجدنا معاك حاليا على شاشه قناه النادي الاهلي كنت موجود مع مستر مارسيل كولر قاعد بيتفرج على مباراه فريق القطن الكاميروني منفردا بيتفرج على كل الفيديوهات المباريات الخاصه بفريق القطن الكاميروني والتحضير الفني لهذه المباراه. طبعا هو هيعقد محاضره بالفيديو النهارده مع اللاعبين تمام الساعة 7:30 من أجل التحضير لهذه المباراة، ويعني بعض الأمور بقى اللي بيطلبها من اللاعبين. وبالمناسبة ده هيبقى أول اجتماع لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين عقب مباراة ميلودي سان داونز. لكن الشق الثاني هو شق الاعداد طبعا للاعبين وفتره الراحه اللي الفريق بيحصل عليها ما بين المباراتين. طبعا ده كان في جلسه بالامس ما بين الدكتور احمد ابو عبله ورئيس الجهاز الطبي والكابتن مستر مارسيل كولر من اجل يعني تحديد البرنامج الاستشفائي كامل للاعبين. لذلك ان مستر مارسيل كولر منح اللاعبين النهارده راحه من التدريبات واكتفى بالتدريبات الاستشفائيه اللي كانت هنا داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي. طبعا في ظل تلاحم وضغط المباريات الفتره الاخيره النادي الاهلي كان عنده مجموعه من اللاعبين اللي طبعا بيغيبوا لبعض الاصابات العضليه، لكن النادي الاهلي بيستعيد هؤلاء اللاعبين. شفنا حسين الشحات اللي باكد لك جاهزيته لمباراه القطن الكاميروني زي ما اكدنا بالامس، ايضا خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم. يعني الدكتور احمد ابو عبله اليوم هيتم اجراء اختبار طبي اخير لمحمد عبد المنعم لتحديد مدى جاهزيته ولحاقه بالمباراه. لكن يعني الامور او الحديث مع الدكتور احمد ابو عبله طمنا ان بنسبه كبيره جدا محمد عبد المنعم هيكون جاهز في هذه المباراه. هتبدا تستعيد بعض اللعيبه اللي طبعا موجودين معاك في هذه يعني غابوا عن المباراه الاخيره وهيكونوا موجودين في المباراه القادمه امام القطن الكاميروني. التحضيرات اللي بتتم، التجهيز التنسيق اللي بيتم من اجل الاستعداد والسفر الى الكاميرون. طبعا الفريق هيستأنف تدريباته غدا بمشيئه الله. مستر مارسيل كولر ايضا هيعقد محاضره غدا مع اللاعبين، ثم يوم يوم الاربعاء هيكون في تدريب صباحي، ثم السفر طبعا زميلي احمد الى الكاميرون. طبعا هنتحرك من بريتوريا الى جوهانسبرج، ثم الاستقلال الطائره الخاصه والتوجه الى القطن لمواجهه فريق القطن الكاميروني. في اتصالات طبعا بتجرى ما بين الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه فريق النادي الاهلي مع معالي السفير مدحت المليجي سفير جمهوريه مصر العربيه لدى الكاميرون لترتيب كافه الامور الخاصه ببعثه فريق للنادي الاهلي. لكن قبل ما يعني في عجاله احنا قلنا يعني ترتيبات الايام القادمه، لكن خليني بقول لك ان اللي بيتم بقى خلال الساعات خلال الايام حديث طبعا زي ما قلنا في جلسه جمعت ما بين مستر مارسيل كولر وافراد الجهاز المعاون بالكامل للحديث عن اغلاق تماما صفحه مباراه ميلودي سان داونز. مش عايز اي كلام في هذه المباراه ولا هنتكلم في هذه المباراه، الكلام كله هيكون على مباراه القطن الكاميروني. ايضا الجلسه اللي جمعت ما بين اللاعبين اتكلموا مع بعض ويعني خلاص هنقفل صفحة مباراة ميلودي سان داونز، عندنا مباراة القطن الكاميروني ويجب علينا تقبل النقد من الجمهور، نستحمل الجمهور يعني الجمهور النادي الأهلي اكيد بيعي هذه المرحله وموجود لمسانده ومؤازره ودعم لعيبه النادي الاهلي في هذه المرحله الصعبه، مرحله محتاجه تضحيات كتير، محتاجه تحديات كتير. ان شاء الله زميلي احمد لعيبه النادي الاهلي يكونوا على قدر المسؤوليه في المباراه القادمه امام فريق القطن الكاميروني. رحله الاربع باذن الله ان شاء الله توصلوا بالسلامه طبعا للكاميرون. هتستغرق قد ايه تقريبا يا فاروق؟ وهل هتتجهوا مباشره من جوهانسبرج لجروة ولا هيكون برضو في ترانزيت في ياوندي او في اي مطار تاني هيستقبل بعث نادي الاهلي؟ يعني خليني يا زميلي احمد رحله الطيران طبعا زي ما قلت لك هتبقى تفاصيل التحرك هتبقى من هنا من بريتوريا لمده 40 ل 50 دقيقه ان شاء الله باستقلال حافله والتوجه الى جوهانسبرج، ثم استقلال الطائره الخاصه من جوهانسبرج والتوجه الى الكاميرون. في رحله الطيران قد تستغرق من 4 ساعات ونصف لخمس ساعات، وهيكون الوصول طبعا لياوندي ثم استقلال حافله والتوجه الى جروة الكاميرونيه. عايز اقول لك ان خلاص الامور الترتيبات دي كلها النادي الاهلي يعني حسم هذه الامور وانهى هذه الامور الخاصه بمباراه القطن الكاميروني. وزي ما قلنا ان فريق القطن او مسؤول القطن الكاميروني قرروا فتح ابواب الاستاد مجانا لفريق الجماهير القطن الكاميروني، طبعا بيحلم بتحقيق نتيجه خلاص امام النادي الاهلي، فرصه شبه معدومه طبعا في المنافسه على الصعود في هذه المجموعه، ولكن بيحلم انه يحقق نتيجه على النادي الاهلي ويكون يعني ختام ليه في دور المجموعات. لكن لعيبه النادي الاهلي قادرين ان شاء الله على تحقيق الانتصار في
هذه المباراه. عايز اقول لك نقطه مهمه جدا، حديث وسائل الاعلام هنا في جنوب افريقيا، لازالت وسائل الاعلام في جنوب افريقيا منتشيه بالانتصار على النادي الاهلي، ويعني معظم وسائل الاعلام هنا في جنوب افريقيا بترشح الاهلي الى جانب سان داونز من الصعود من هذه المجموعه. طلبوا فريق ماميلودي سان داونز بضروره تحقيق العلامه الكامله في اللقاءات الماضيه، سواء امام الهلال السوداني في السودان او امام القطن الكاميروني في هنا في بريتوريا. الجميع بيشيد برولاني ماكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي سان داونز وقدرته على تحقيق هذه النتيجه امام النادي الاهلي، واتكلموا ان اللاعبي فريق ماميلودي سان داونز عنده فرصه كبيره جدا في هذه البطوله انه يذهب بعيدا ويحقق النجمه الثانيه لفريق في تاريخ ماميلودي سان داونز ويتوج بالبطوله كما توج بها عام 2016 امام نادي الزمالك. كلها امور الحديث الوسائل الاعلام اكيد يعني نشوه الانتصار مستمره بعد تحقيقهم الفوز على النادي الاهلي. عايز اقول لك ايضا ان فريق القطن الكاميروني كان خاض لقاء يوم السبت الماضي امام صاحب الترتيب الثامن في الجدول فريق افيون كوتون الكاميروني وتلقى الهزيمه بهدف مقابل لا شيء. دي كانت اخر استعدادات فريق القطن لهذه المباراه. ان شاء الله زميلي احمد لعيبه النادي الاهلي تكون على قدر المسؤوليه، وان شاء الله يكونوا 11 راجل في الملعب زي ما انت قلت، اي 11 لاعبه يكون موجود في ارض الملعب ان شاء الله يكونوا قادرين على تحقيق الانتصار في هذه المباراه. بعيدا عن الماتشات وعن الرحلات، بما انك في جنوب افريقيا، يهمني احساسك يعني بالجماهير وبوسائل الاعلام في جنوب افريقيا واهتمامهم ونظرتهم لبيرسي تاو، بما انه الحقيقه كان واحد من نجوم النادي الاهلي في المباراه. يعني زميلي احمد انا مش هبالغ لو قلت لك ان بيرسي تاو بيعامل هنا في جنوب افريقيا كيعني مثال لميسي، يعني جماهير جنوب افريقيا بتنادي على بيرسي تاو بميسي تاو، يعني ده لقب جماهير جنوب افريقيا هنا لبيرسي تاو اللي بيتمتع بشعبيه جارفه في جنوب افريقيا. يعني لدى يعني اول نزولنا لملعب لوفتس اللي كان بيستضيف المباراه، الجماهير كل من في الملعب نادى على بيرسي تاو، يعني كل الجماهير بتهتم في بيرسي تاو. لدى خروجنا الجميع والجماهير واقفه خارج الاستاد بتحيي وتشجع النادي الاهلي وبيهتفوا لبيرسي تاو، والجميع بيتسابق لنيل يعني الصوره او توقيع من بيرسي تاو اللي اعتقد اكثر لاعبي جنوب افريقيا بيتمتع واكثر اللاعبين بيتمتع بشعبيه جارفه هنا بين ابناء جنوب افريقيا. انا بشكرك شكرا جزيلا، وهنتابع معاك على مدار الايام اللي جايه طبعا الزميل العزيز فاروق صلاح. بشكرك شكرا جزيلا.